مش عارفة أنا الوحيدة اللي عندي العادة دي ولا المرض ده، مش عارفة. أنا ما أعرفش آكل العنب إلا بالطريقة دي، أحب أحطه في الفريزر لما يتجمد خالص وبعد كده أبدأ أكله. شايفين؟ حلو قوي قوي قوي، بيفكرني باللوليتا بتاعت زمان. مين زي بقى بيحبه كده؟ اكتبولي بقى في كومنتات مين بيحبه زيي. وعشان أنا بحب العنب هعمل لكم بيه النهاردة عصير تحفة، حلو قوي. كان طالع ترند على تيك توك، وزي ما انتوا عارفين انا بحب الترندات بتاع التيك توك قوي وبحب اجربها. هنعمل النهارده عصير، هنشوف بقى هيعجبني ولا لا. يلا بينا. اول حاجه افتحي النيش بتاع ماما وطلعي منه النيش، ما تستخسريش، او افتحي النيش بتاعك ولا يهمك، وطلعي كل الكاسات والحاجات. ده بقى كاس العالم، مش كاس النيش، ده كاس العالم. جبت اكبر كاس في النيش وحطيت فيه حبات العنب، وجبت ايدي لهون الخشب كده وبالراحه خالص قعدت اضغط كده على العنب عشان يطلع بقى العصاير بتاعته والروايح بتاعته جوه العصير ويدي طعم حلو. تلج بقى، كتري بقى، كتري كل قوالب التلج اللي عندك في الفريزر طلعيها. ما عندكيش اعملي تلج لان احنا عايزين تلج كتير. هنجيب بقى لون ازرق وهناخده بالخله مسحه بسيطه، ده لون جل بيتباع في السوبر ماركت. ليه عملته كده؟ لانه العصير الاصلي كان بيتعمل بحاجه اسمها بلو لاجون او حاجه يعني زي السفن اب بس ازرق، مش عندنا، فانا قلت اتصرف. نقطه كده من اللون، وبعد كده شرايح بقى ليمون والجيلي كولا ده بقى خبيه من العيال، اشتريه وخبيه من العيال، واول ما يناموا تقومي عامله العصير ده. يا لهوي على الجمال وانت قاعده لوحدك وبتشربيه. حطي بقى الجيلي كولا وانزلي بالسفن اب وشوفي بقى الالوان والجمال. بصي بقى الجمال بجد تحفه، طلع حاجه كده روعه. انا سبحان من صبرني على الجيلي كل ده ما كلهوش، فضلت مخبياه لحد ما عملته لوحدي وقعدت اعمل العصير ده وشربته، ما كنتش متخيله قد ايه الانتعاش والجمال والطعم حلو قوي. العنب مع الليمون مع التلج مع السفن اب والجيلي كولا، يعني لا 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 كان حكايه بجد، حلو جدا جدا. وتقدري كمان تستغني عن العنب وتستبدليه باي نوع فاكهه تانية برضو تجمديه وتعمليه بنفس الطريقه دي، يكون حاجه بتدي جوسي كده وتطلع كده ميتها كده مع السفن تدي طعم. طبعا بقى زي ما انتم شايفين شكله بقى عامل ازاي، حلو قوي قوي قوي. هيجي بقى واحده تسالني، طب وانت حطيتي الجيلي كولا ده هتاكليه ازاي؟ سهله وبسيطه. البتاع دي كانت موجوده في شنطه المعالق، ما اعرف لهاش استخدام، كنت حاسه ان هي بتاعه التلج بس انا عمري ما استخدمتها للتلج. المهم جبت الخطاف ده وقعدت كده اصطاد بقى الجيلي كولا واكل واشرب بقى. يا خبر على الجمال والحلاوه، بجد يا جماعه تحفه. يعني جربوه على ضمانتي، طعمه حلو قوي قوي قوي، وانا واثقه ان شاء الله ان هو هيعجبكم. وتعملوا لايك وفولو.